وبصراحة بنشوفه كتير الكريمات، أكيد حضراتكم بتشوفوا كتير، بس القطارات دي جديدة بصراحة. تمام. دلوقتي مع أستاذ دكتور رضوى شمة، وتقدم لنا حالة بقى. مساء الخير، ازيكم جميعا. هقدم كيس برزنتيشن، هي مش باينه اصلا. My case presentation: 12 years old male patient presented at ER with attack of generalized tonic-clonic convulsions. Anticonvulsant medications were given but he didn't respond. عملنا blood sample was withdrawn. الالكترولايتس، البلاد جازز، الرينال فانكشنز كلها كانت نورمال. عملنا random blood sugar في الطوارئ كان 25 ملغرام بر ديسيليتر، والاسيتون at the time of hypoglycemia كان نيجاتيف. سحبنا عينة critical sample ودينا البيشنت ساعتها اي في جلوكوز، وحجزناه عندنا في الاي سي يو في البيدياتر في الوحده عندنا في الديمبو. بعد كده بدانا ناخد هيستوري من الاهل، فالام قالت لنا ان هو الموضوع بدا من 3 شهور. الولد ابتدى يشتكي من دراوزنس وهيديك ولاك اوف كونسنتريشن ويز بور اكاديميك بيرفورمانس وسينكوبال اتاكس في المدرسه. They sought medical advice when investigations were done. كلها كانت normal apart from microcytic hypochromic anemia and vitamin D deficiency. عمل كمان EEG و ECG كانوا normal. الولد بتاعنا بالexamination كان of normal mental and motor milestones و average belt. ما كانش عنده dysmorphic features أو organomegaly. الweight بتاعه كان 40 على 0.1 SDS والheight كان 144 على minus 0.7. ده البلاد جلوكوز ريدنجز بتاعتنا لما اتحجز عندنا في الوحده. كنا بنقيسها بالجلوكوميتر عادي. طبعا هو هنا عنده يعني ماركت اتاكس اوف هايبوجلايسيميا او ريكرنت اتاكس، ما كانش ليها علاقه بالاكل، كان فاستنج هايبوجلايسيميا، كان عنده ريكرنت اتاكس اوف بري برانديال هايبوجلايسيميا وايرلي مورنينج ونوكتورنال هايبوجلايسيميا. هنا بدأنا نفكر أو to summarize الأول. البيشنت بتاعنا كان 12 years old male presented with drowsiness وsyncopal attacks. عنده one attack of seizures اللي جالنا بيها الطوارئ، وإحنا طبعا كده قدام حالة non-ketotic hypoglycemia. بدأنا نفكر إحنا non-ketotic hypoglycemia يا إما hyperinsulinism أو fatty acid oxidation defect. الhyperinsulinism ممكن يبقى congenital أو acquired. الcongenital usually the presentation بتبقى earlier than this age. الولد البرزنتيشن بتاعته كانت هو عمره 12 سنة، ففكرنا كنا ناحية شوية ان هو ممكن يبقى انسولينوما. كمان ان الفاتي اسيد اوكسيديشن ديفكت usually presentation بتبقى early، بيبقوا failure to thrive وهايبوتونيا وعندهم persistent vomiting وorganomegaly. دي كانت عينة الكريتيكال سامبل. اول ما طلعت طبعا surprisingly لقينا ان الانسولين كان 28 والسي بيبتايد كانت 4.1، وطبعا ده مع البلاد جلوكوز 24، والبيتا هيدروكسي بيوتريت كانت قليله. فاحنا كده يعني كونفيرمد ان احنا هايبر انسولينيزم نون كيتوتيك هايبوجلايسيميا ديو تو هايبر انسولينيزم موست بروبلي انسولينوما. الخطوه الثانيه كنا عايزين تو كونفيرم هل هي فعلا انسولينوما ولا لا، فكنا عايزين نعمل ايمجينج. احنا بدانا بسي تي عشان ده كانت الحاجه اللي افيلبل عندنا في المستشفى، فعملنا سي تي ابدومين اند بلفيس ويز كونترست وكان نورمال، ما كانش فيه اي بنكرياتيك ماس ليجن. فطبعا كنا بلاننج ان احنا نعمل بات سكان، كانت دي البلان بتاعتنا. طبعا عندنا بعض يعني كان في بعض اللوجيستيك بروبلمز كده، لان البات سكان كان لازم بنحجزه في مكان يعني مكان بعيد بره المستشفى، والداي بنجيبها، فما تمكناش للاسف ان احنا نعمله. طبعا ديورنج الفتره دي البيشنت بتاعنا كان عنده ريكرنت اتاكس اوف هايبوجلايسيميا عنيفه جدا، وابتدى يحصل له كونفولجنز اكتر من مره، وكنا بدانا ساندوستاتين وكان برده نوت ريسبوندنج لللور دوزز، وبدانا نعمل تايتريشن لغايه ما وصلنا ل 45 مايك بير دي وعلى الاي في فلويدز، وبرده كان بيدخل في هايبوجلايسيميا. في الاخر عملنا يعني جي اي تي كده كونسلتيشن، وعملنا اندوسكوبيك الترا ساوند كان برده اسهل ان احنا نعمله عن البات سكان. كان مبين ان في جلوبولار فوكال ليجن ان سيبريت فروم البانكرياتيك هيد لايكلي لنف نود. السيتوباثولوجيكال ريبورت قالت ان هي لايكلي انفلاماتوري نو نيوبليزيا. برضو ما وصلناش قوي لحاجه كونكلوجن واضحه من الاندوسكوبيك الترا ساوند، بس احنا استبعدنا المالجنسي او الانسولينوم. بعد كده خدنا راي بقى السيرجري تيم، فكان رايهم ان احنا نعمل لاباروسكوبيك نير توتال بانكرياتكتومي، لان الولد كان سيمتوماتيك والكونفولجنز كان بتكررت كده عليه كتير، وكنا قلقانين طبعا هي تاثر على البرين. يعني كانت بقى الباثولوجي بعد ما عملنا سابتو او نير توتال بانكرياتكتومي كانت هايبرتروفي اند هايبربليزيا اوف بانكرياتيك ايلتس، ما كانش فيه انسولينوما.
لما رجعنا للليتريتشر لقينا ان البنكرياتيك اندوكراين سيل هايبربليزيا دي بيحصل فيها انكريس في الاندوكراين سيل نيوجينيسيس راذر ذان بروليفريشن للاكزيستنج سيلز، وان هي في الادلتس بتعمل نون انسولينوما بانكريتوجينيسيس هايبوغلايسيميا، وفي الانفانتس بتعمل بيرسيستنت هايبر انسولينيميك هايبوغلايسيميا. بوست اوبراتيف دي كانت الليفلز بتاعه السيروم انسولين والسي بيبتايد بعد البنكرياتكتومي، طبعا حصل ماركت ريدكشن للليفلز. دي كانت البلاد جلوكوز ريدنجز، احنا الولد ركبنا له كونتينيوس جلوكوز مونيتورنج، ودي كانت البلاد جلوكوز ريدنجز بتاعته، كان فيه بس يعني امبيرد جلوكوز توليرانس كده، لكن الماجوريتي بتاعه القرايات كانت نوعا ما افضل. My home messages for this case presentation إن هو it's very crucial إن إحنا نقيس البلاد جلوكوز لكل الإنفانس والتشيلدرن اللي جايين الـ ER، لأن هو طبعا ممكن يبقى البلاد جلوكوز كلو للدياجنوزيس. البنكرياتيك اندوكراين سيل هايبربليزيا should be considered in diagnosis and management in any case of hypoglycemia. محتاجين إن إحنا نعمل للأطفال دول close follow-up post pancreatectomy لأن هم liable جدا يجي لهم diabetes، وكمان محتاجين إن إحنا later on follow الجزء الإكزوكراين لأن هم ممكن بعد كده يخشوا في exocrine pancreatic insufficiency. And thank you for your attention. أولاً الشكر الجزيل للدكتور سامح توفيق.